فانفجرت منه 12 عينا. قال العلماء: هذا على عدد قبائل بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأبناؤه 12، يوسف والأحد عشر الذين هم إخوته، فكل منهم كان له نسل وذرية ترجع إليه في النهاية، فهم الأسباط كانوا 12. ففيه دليل على تقسيم المياه، أي أن كل عين لسبط من الأسباط، قبيلة من قبائل بني إسرائيل عددهم 12 والانفجار 12. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. ففيه جواز تقسيم المياه، فيه جواز تقسيم المياه. قد علم كل أناس مشربهم، حتى لا يعتدي أحد على أحد ويقول: أنت أخذت سقياي، أخذت مائي. ففيه جواز تقسيم المياه. وما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فكان قوم صالح لما سألوا صالحا ناقة، فخرجت لهم الناقة لبنها يكفي القبيلة يوما وتشرب من البئر يوم الآخر. قال تعالى في كتابه الكريم: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. هل قسمة بينهم وبين الناقة؟ كما قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أم أن الناقة لها يوم مستقل واليوم الآخر نبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل واحد كل قبيلة لها يوم، الأول أظهر والله أعلم أنها قسمة بينهم وبين الناقة. ففيه جواز تقسيم الشراب، إذن جواز تقسيم الماء، ومن ثم جواز تقسيم الطعام. لكن هل هذا الحديث يثبت: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه؟ فهذا الحديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه لعلكم تأكلون عزين، الحديث في سنده ضعف، والله قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح شاة فاحتز لكل صحابي قطعة منها. فلا مانع من الاجتماع على الطعام، ولا مانع من تقسيم الطعام كذلك.